السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي وريد شانل. فيديو اليوم إن شاء الله راح تشوفون مشترياتي من عروض اليوم الوطني. خلونا نبدأ. راح أبدأ مع أول محل اللي هو باث أم بادي. طبعا كان العرض عندهم مرة جميل، تأخذين حاجة والشيء الثاني مجانا أو اثنين بقيمة واحد يعني. فاستغلت هذا العرض للشموع، لأن شموعهم سعره شوي يعتبر مرتفع، فلو أحد حاب شموع باث أم بادي أفضل وقت إنكم تأخذونها في وقت العروض. أخذت شموع متنوعة، أخذت تقريبا أربعة، تنتين وتنتين مجانا. راح أوريكم الشموع، طبعا شموعهم مرة حلوة وتفوح، ريحتها جدا جميلة. هذه أول شمعة أخذتها اللي هي سويت بير، مرة مرة حلوة منعشة، تناسب النهار أو الصباح أكثر. بالنسبة لي مرة أحبها، أحسها كذا ريحة منعشة، مو أول مرة أخذها. هذه الشمعة أخذتها أنا تناسب ديكور صالتي عشان الألوان أصفر وأبيض، ولكن بعد ريحتها مرة جميلة، يعني كلها روائحها صراحة جميلة وتفوح في المكان وتعطر المكان. هذه الشمعة مرة حلوة، ريحتها فرنسية تناسب، يعني عطر فرنسي تناسب المساء أكثر، أحسها رايقة يعني حقت مساء قهوة كذا روقان. آخر شمعة أخذتها اللي هي كانت تبع ثيم خريفي، ريحتها مايلة للصيف يعني فصل الخريف، أشياء خريفية أكثر، دائما يكون فيها ريحة يعني كذا أشياء قوية شوية، بس على الثيم عجبتني وخذيتها. وبرضو خذيت هذه العطرين، طالعين اثنين بسعر واحد، برضو عجبوني ريحتهم مرة مرة حلوة. رحت المحل شموهم، أتوقع في شمعة برضو نفس الريحة، بس أنا خذيت العطر أفضل. في عطور كثير ورائح جدا جميلة، خصوصا أحس تناسب يعني أعمارهم صغار متوسط، مرة مرة حلوة وسعرها حلو في العرض، يعني مرة مناسبة صراحة. نجي للمحل اللي بعد كذا اللي هو ناتشورال تاتش، برضو عطور وفي زيوت وفي أشياء كثير، بس أسعاره مرة حلوة وحسها في متناول الجميع، يعني أي أحد يبغى عطور وشموع بسعر حلو هذا مرة خيار جيد لهم. أخذت هذه الثلاثة، تجيكم باكج صغير، للأسف أنكم ما تقدرون تختارون يعني شموع على كيفكم، يجيكم الباكج كذا محدد، ولكن صراحة حسيت أن هذه الثلاثة رائحهم كلها جميلة، يعني عجبتني كلها. هذه أول ريحة صراحة كرفتها، ريحتها ما هي قوية يعني تفوح وقت ما تشغلينها، بس ما تثبت زي حق باث أم بادي. باث أم بادي ثباتها أكثر، يمكن عشان السعر أكبر أو السعر أغلى عفوا. هذه ريحتها حلوة، الثانية ريحتها فخمة. الثلاثة كلها عجبتني صراحة، بس هذه أكثر واحدة يعني لأني جربتها، الثنتين الثانية بس شميتها من برا، ولكن صدق كلهم الثلاثة روائحهم حلوة. لو تبغون شيء بسعر جميل يعني سعرها مرة حلو، مرة مرة حلو، أحسها تناسب يعني ناس كثير وميزانية ناس كثير، فمرة الباكج هذا حلو. في باكجات ثانية بس أنا عجبني هذا أكثر شيء صراحة. وبعد كده برضو من ناتشورال تاتش خذيت زيوت عطرية، أسعارها مرة حلوة وفواحانها صراحة مرة مرة جميل. حطيتها في الآلة اللي تذكرون اللي من آي هيرب سبق حطيتها لكم، قطرت فيها في المو مع الموية، وصراحة فواحانها جدا 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 حلو وتثبت الريحة، يعني الزيوت العطرية ثباتها مرة حلو وسعرها مرة حلو، يعني بالنسبة للمحلات الثانية سعرها مرة حلو. أخذت هذه الثلاث أنواع، في واحد منهم ريحته كذا، هي قالت لي إنه ريحة مطر، بس هو مو ريحة مطر، بس ريحته جميلة، ريحته مرة جميلة. والثلاثة الاثنين الباقية طبعا كلها كانت رائحة جميلة، لو رحت المحل جربوهم ولو عجبكم أي شيء منهم خذوه، بس يعني حاولوا تختارون أنواع تناسب ذوقكم أنتم، يعني تلاقون روائح كثير مرة وخيارات كثيرة، أنتم شوفوا إيش اللي يناسبكم أنتم، شموا في المحل كذا خيار واختاروا اللي يناسبكم اللي يناسب ذوقكم. بعد كده نيجي لمحل إبراهيم القرشي، خذيت منه عطر الأصالة لأن كانوا مسوين عرض تأخذين عطر والثاني معاه مجانا، يعني يطلع لك الواحد بنص السعر. فأنا دائما استخدم عطر الأصالة صراحة، هو عطر شرقي يجي على عود أكثر، يعني الناس اللي يحبون رائح العود مر مر ريحته حلوة صراحة، أنا أحبه، بس اللي عندي خلاص قرب يخلص، فحبيت استغل العرض أني أخذ اثنين بسعر واحد بدل ما يطلع علي يعني بسعر اللي هو كبير. تقريبا سعره 300 ريال، فطلع لي حلو يعني اثنين 300 مع الضريبة، فشي مرة حلو. عطورهم جدا جميلة، أكثر شيء أحبه من عندهم صراحة هذا واللي هو مسك الرمان، أحبه مرة أكثر شيء من إبراهيم القرشي. عندهم أشياء كثيرة صراحة، بس أنا هذه الاثنين أكثر شيء أحبه، فلو رحتم المحل جربوا خيارات كثير واستغلوا العروض، لو كان في عرض زي كذا يجي حلو، خصوصا لو كنتي عروس، كنتي واحدة قاعدة تبغى تشتري عطور من زمان مشارية، إبراهيم القرشي خيار مرة حلو.
طيب بعد كذا بتكلم لكم عن أشياء من آي هيرب. طبعا صراحة اللي من آي هيرب أنا طلبتها مو عشان خصومات اليوم الوطني، بس آي هيرب كانوا مسوين خصومات عشان كملوا 10 سنوات تقريبا 21%، فهذا شيء مرة حلو. فحبيت استغل العرض وطلبت مجموعة أشياء كبيرة وراح أوريكم إياها إن شاء الله كلها. في أشياء بتكلم لكم عنها بالتفصيل، في أشياء بتكلم لكم فيها على السريع، لأن إن شاء الله راح أسوي فيديوهات منفصلة عنها. أول شيء طلبته كان أول مرة أجربه اللي هو هذا الشامبو، شفت عليه مدح كثير مرة، حبيت إني أجربه. سعره يعتبر شوي مو يعني بالنسبة لأسعار شامبوات أي هيرب لا يعتبر أعلى منها، ولكن إن شاء الله يكون جيد. راح أجربه بعدين وأعطيكم ريفيو عنه بإذن الله. بعد كذا زي ما تشوفون طلبت صوصات متنوعة كلها صوصات صحية، ولكن ما راح أتكلم لكم عنها الحين، إن شاء الله راح أجربهم. وفي أشياء جربتهم قبل وراح أسوي لكم فيديو منفصل لأكلات صحية أو صوصات صحية تناسب للي يسوون دايت أو يبغون هيلثي لايف، راح أسويها إن شاء الله فيديو منفصل. بس أبغى أجرب أشياء جديدة وأنواع أكثر عشان أفيدكم بالفيديو إن شاء الله الجاي بشكل أكبر. طبعا بوضح لكم نقطة مهمة، التغليف حق الصوصات مرة مرة حلو، جايكم مغلف بفقاعات وبعد كذا مغلف بلاستيك، يعني إن شاء الله تضمنون إنه لو انكسر أو تسرب شيء إنه أبدا ما راح يعدم عليكم الشحنة. مرة تغليفهم صراحة حلو، ويعني تضمنين أو تطمنين إن شاء الله بيوصلك الباكج سليم. بعد كذا أخذت هذه الحلاوة المصاص، قبل تكلمت لكم عنها في فيديو مفضلاتي من آي هيرب، بصراحة صرت معتمدتها، ولدي الصغير مرة يحبها، غير كذا لما يجوني أطفال مرة يحبونها، نكهاتها متنوعة وفيها يعني تقريبا أكثر من 6 نكهات، وغير كذا أنها صحية سعراتها قليلة، فمرة مرة خيار صحي وجيد للأطفال، وسعرها كمان مرة حلو. طبعا أخذت هذا الشيبس ما راح أتكلم عنه، راح أخليه في فيديو ثاني، بس قلت أوريكم اللي خذيت منه لأنه كان عليه عرض برضو وكان خذيت منه كمية. طبعا آي هيرب في الأكل ما تقدرين تطلبين أكثر من 6 أشياء، ولكن مثلا طلبت هذه الشيبس أقدر أطلب منه 3 حبات، أكثر من 3 حبات ما أقدر. الحلويات أقدر أطلب منها 3 حبات، أكثر من 3 ما أقدر، عرفتوا؟ بس انتبهوا على هذه النقطة لو أنتوا تطلبون أكل. طلبت هذا الكريم اليد، هذا الكريم مرة معروف في اليدين حلو جدا. صراحة طلبت منه كمية كبيرة لأني أوفر على نفسي حق الشحن، وبدل ما أطلب كل مرة واحد طلبت لي تقريبا 4 بسعر اللي هو يعني بسعر ممتاز، كان عليه خصم. مع ذلك كان في برضو كود الخصم، وراح أحط لكم هنا كود الخصم حقي تقدرون تضيفونه. وغير كذا كمان تقدرون تستفيدون إنكم بدل ما تشحنون كل مرة تأخذون يعني واحد وتطلبون اللي هو شحن، يعني كنت تدفعون حق قيمة شحن تدفعون قيمة شحن على مرة واحدة. بعد كذا طلبت هذا الكريم، صراحة شفت نتائجه على واحدة من صحباتي كان جدا جدا ما شاء الله معطي بشرتها نضارة وإشراق، كذا تحسون بشرتها مرة طبيعية وفيها كذا صحة ونضارة. فسألتها إيش المنتج اللي قاعد تستخدمينه الحين، قالت لي إنه هذا من آي هيرب، فعلى طول على طول ما ترددت إني رحت شريته لأني شفت نتائجه عليها. غير كذا إنه عجبني إنه شيء طبيعي، يعني إن شاء الله ما فاد بشرتي ما راح يضرها. فأخذت لي 2 قلت عشان أجربها لفترة معينة، يعني أبدأ مثلا تقريبا شهر كامل أجربها أو شهرين وأشوف النتائج وبس. آخر شيء طلبت لي اللي هو شرشف وسجادة وحافظة مصحف، سعرها مرة حلو وجودتها مرة 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 حلوة. صراحة جاتني صورة على الواتساب بالرقم وطلبت من الرقم نفسه، قلت خليني أجرب. لما وصلتني اللي هي سجادة والشرشف كانت مرة عجبتني، ما شاء الله خامة الشرشف مرة حلوة، السجادة جاية سفنج، هذيك السجادات اللي تبين يعني غالية مع سعرها مرة حلو. فلو أنت مثلا عروس تبغين تاخذين سجادات مثلا كمية، سعرها مرة حلو إنك تاخذين كمية، وكمان حلوة مرة الاستقبال الضيوف زي كذا. لو أنت مثلا تبغين من نوع اللي الناس تحب تجدد من سجاداتها وشراشفها، هذه مرة خيار جيد. وفي منها ألوان وفي منها أشكال وفي منها حقة أطفال وحقة كبار، فحتى مثلا تبغين تهدين أطفال صغار عندك حلو مرة تهدينهم شرشف صلاة وسجادة، حس الصغار يستانسون على هذه الأشياء. وغير كذا كمان تشجعهم على الصلاة وأنها يعني تحمسهم أكثر لأنهم يأدون للصلاة، كدافع لهم في هذا الشيء. وبس كذا نكون انتهينا المقطع، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم لا تنسون تسوون لايك وتشتركون في القناة وتنشرون المقطع لكل أصحابكم، وكمان لو حبيتوا فكرة المشتريات اكتبوا لي تحت، ولو حبيتوا أي فكرة أو أي فيديو عندكم في بالكم اكتبوا لي تحت أفكاركم عشان تلهموني.
غير كذا لو حبيت أسويكم ريفيو عن أي منتج من المنتجات الموجودة برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات، ودائما ادعموني بتعليقاتكم الحلوة، ترى كل تعليقاتكم أقراها تعليق تعليق. وبس أشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم، وإلى اللقاء.